يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها اللي حصل امبارح هو أمر إيجابي جدا. علي حسن خليل ونادر الحريري أطلعا جملات على أجواء حوار عين التيني، وبري يرى في الحوار إيجابية مشجعة. الحالة لا تؤمن بانفراجات جدية للبنان. سلام يزور كركي معايدا ويقول إن ملف العسكريين ليس سلعة فلكلورية. الحكومة الأردنية تحمل داعش المسؤولية عن سلامة طيارها الذي أسقط التنظيم طائرته في الرقة. ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير. عمت قاداديس منتصف الليل العالم احتفالا بولادة السيد المسيح، وارتفعت الصلوات من لبنان إلى الفاتيكان وبيت لحم مهد المخلص برجاء حلول السلام والمحبة. ففي الفاتيكان أشار البابا فرانسيس إلى أن يسوع هو المخلص الذي جاء لخلاص البشرية كلها، ولفت في قداس عيد الميلاد في بازيليك القديس بطرس إلى أن الإجرام الذي عشناه في الأزمنة المظلمة يتجدد ونعيشه اليوم، ويبقى رجاء يسوع أقوى من هذه الأزمات، وهو رغم كل هذه الظلمات يجسد فسحة الأمل، معتبرا أن الإنسان هزيل لكن الله العطوف يتقبل بؤسنا بمحبة في هذه الليلة المقدسة، داعيا الله كي يساعدنا ويعطينا النعمة لنتحمل صعوبات الحياة ونواجه تحديات هذا العالم. وفي بيت لحم حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبطريرك اللاتين والأراضي المقدسة فؤاد طوال وعدد من الشخصيات العالمية والإقليمية والدبلوماسيين العرب قداس الميلاد في كنيسة المهد. وطلب البطريرك الطوال في القداس من الله الطمأنينة لجميع سكان هذه الأرض المقدسة ويبعد عنها العنف ومسببي العنف وفاعلي العنف، وقال صحيح أن البشرية تسعى إلى خلاص اقتصادي وسياسي واجتماعي، ولكن يجب أن نتكلم عن خلاص أخلاقي وروحي لأنه أساس كل تقدم وازدهار. فالخلاص يقوم أولا على الندامة والاستغفار، ويمكن خلاص الإنسان بشفائه الروحي من براثن الإثم وحمى الخطيئة ولا سيما الكبرياء، فهي أساس كل الشرور والحروب. لعيد الميلاد معان وأبعاد، وفي صلبها إدخال الفرحة وقيم التسامح إلى قلوب الناس وعقولهم. وفي هذا التقرير لشهير إدريس، أناس لم تغب عنهم قيم العيد أرادوا أن يفرحوا الآخرين. لا يكون للعيد معنى إذا ما اقترن بارتسام بسمة على وجه طفل، أو عمت الفرحة قلب محتاج أو يتيم، أو في حال غاب عن العيد العطاء والرجاء. جمعية أعطي طفلا بسمة انطلقت من هذه القيم، وأرادت في ليلة الميلاد أن ترسم الدهشة والفرحة على وجوه الأطفال، ومن بين هؤلاء مجد ونور ومحمد، وهم من أطفال الشوارع الذين انتظروا لأيام اقتراب هذا العيد لتحقيق أمنياتهم. شو رأيك بالهدية هلأ؟ منيحة. منيحة؟ مسلم. وين حتلعب فيها؟ بالبيت، كل مرة بيعطوني هدية. مبسوط بعيد الميلاد؟ ايه. بكريسماس كل الناس بتكون مبسوطة، ما في يكون مبسوطة إذا هن مش مبسوطين. هذه الفرحة انتقلت أيضا إلى منزل تيم وملاذ وخديجة الذين لم يفرحوا بالعيد منذ اندلاع الحرب السورية ومنذ انتقالهم للعيش في لبنان، ولدى مفاجأتهم لم يستطيعوا أن يعبروا بالكلام عن مدى فرحتهم بتسلمهم الهدايا. عيد الميلاد هو عيد الفرح، نحن بهمنا بهالعيد مع كل المظاهر الخارجية للعيد أنه يعم الفرح بقلوب العالم ويقدروا يحسوا من الصغير للكبير، من الطفل، من المشرد، من الفقير، من المسند اللي ما عنده حدا، أنه هالعيد هو لقلوه. إذا ربنا دخل معنا بالتاريخ هذا معنى الميلاد، هو حتى يقلنا أنه ممكن الإنسان يتصالح مع خيه الإنسان، ممكن نعيش مع بعضنا البعض باختلاف أكيد، ممكن نتخطى البغض، ممكن نتخطى الحقد، ممكن نتخطى العنف،
ونقدر نحترم بعضنا البعض. أجواء العيد تعم كافة المناطق اللبنانية متزامنة مع الصلوات والقداديس التي تدعو إلى السلام والأمن والطمأنينة التي يجمع عليها كافة اللبنانيين. وفي رسالة الميلاد رأى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي أن لبنان يعيش اليوم ظلمة التبعية والتطرف الآخذ في تشويه وجه لبنان وظلمة الحسابات السياسية التي حالت دون التوافق على قانون عادل للانتخابات وظلمة العسكريين المخطوفين وآلام أهلهم. لكي يخرج لبنان من ظلماته يحتاج أول ما يحتاج إلى رئيس للجمهورية يملأه نور المسيح ويكون الرأس السليم الواعي الحكيم. يحتاج لبنان إلى رئيس معروف بتاريخه وممارساته، متجرد من ذاته ومن مصالحه الصغيرة. مثل هذا الرئيس يستطيع إعادة الأولوية للمصلحة الوطنية العليا وتركيزها على أساس الميثاق وصيغته والدستور وقيادة الحوار الوطني الشفاف. ومن بكركي حيث زارها للتهنئة بالأعياد حذر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من تداعيات استمرار الشغور الرئاسي مبديا ارتياحه للحوار الذي بدأ بين تيار المستقبل وحزب الله ومتمنيا أن ينعكس بشكل إيجابي على الاستحقاقات كافة. أطلق رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من بكركي عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي لتهنئته بالأعياد سلسلة مواقف تتعلق بالملفات الساخنة وأبرزها قضية العسكريين المختطفين والاستحقاق الرئاسي والحوار بين المستقبل وحزب الله. الرئيس سلام أكد أن الفرحة لا تكتمل في ظل الغصة المتمثلة باحتجاز العسكريين، داعيا الجميع إلى التبصر والتفكير من أجل إيجاد الحلول والمخارج للأزمات التي يواجهها لبنان، كما دعا الإعلام إلى عدم اتخاذ الأمر بصورة فولكلورية واستعراضية نظرا لحساسية هذا الملف وخطورته. ملف العسكريين آمل من الجميع وفي مقدمة الجميع الإعلام أن نحرص على التعاطي بكثير من الجدية والتكتم بهذا الملف. يكفينا الفولكلور اللي قائم بهذا الملف. ما نقبل به وما لا نقبل به لن يكون سلعة ومادة في أيدي أحد للتندر به أو للمبارزة به. ما نقدم عليه وما سنقره وما سنعتمده سيتم بالتكتم لنصل إلى نتائج، ويوم التي نصل فيها إلى نتائج كما تعمل كل دول العالم عندما تتعاطى مع هكذا مواضيع. وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي دعا جميع القوى السياسية إلى إعطاء هذا الأمر الأولوية القصوى محذرا من أن السلبيات ستتراكم أمام الحكومة في حال استمرار الأمر على ما هو عليه. أما بشأن الحوار فأمل أن ينسحب على باقي القوى معلنا أنه سمع من الرئيس نبيه بري كلاما إيجابيا. واستمعت بالأمس مساء إلى كلام من الرئيس نبيه بري طمأنني به بأن الجلسة كانت مريحة جدا ولم يتخللها أي شائبة. لابد أن ينعكس الحوار إذا كانت نتائجه في سرعة وإيجابية، لابد أن ينعكس على كل شيء، لكن طبعا هذا يتطلب الجهد وبذل. نعم، في ظل التعثر في كثير من الأمور نحن بحاجة إلى حوار، ونأمل أن يتوسع هذا الحوار وأن يشمل تدريجيا الآخرين وأن يطغى على كل شيء آخر وينتخب لنا رئيس للجمهورية. نريد رئيس للجمهورية. أنا أعود فأكرر من هنا من بكركي من هذا الصرح الوطني العريق، نحن نريد رئيس جمهورية مسيحي ماروني في لبنان ونتمسك بذلك، وأما يكون ذلك وأما لا يكون لبنان. الرئيس سلام لبى دعوة البطريرك الراعي إلى مأدبة الغداء. بدوره هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وأمل الحريري أن يكون العام المقبل عام بداية حلحلة الأزمة السياسية وأن يتكلل بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تحريك عمل المؤسسات الدستورية وانتظام عملها وتحرير العسكريين الأسرى وعودتهم سالمين إلى ذويهم وأهلهم واستتباب الأمن والاستقرار في سائر الربوع اللبنانية.
وعشية الميلاد المجيد عايد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس حزب الكتاب الرئيس أميل جميل، ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون، متمنيا أن يحمل العيد السلام للبنان والبركة لحل كل المشاكل الداخلية. في جديد الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، زيارتان منفصلتان لكل من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل إلى كليمنسو، حيث تم البحث في نتائج الجلسة الأولى للحوار في عين التين. أجواء الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله حضرت في كليمنسو، حيث استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري في حضور الوزير وائل أبو فعور. جنبلاط التقى كذلك وزير المال علي حسن خليل موفدا من الرئيس نبيه بري في حضور أبو فعور. وكان الحوار قد طغى على اللقاء الأربعاء النيابي في عين التيني، إذ نقل نواب 8 آذار عن الرئيس نبيه بري قوله إن الحوار كان إيجابيا ومشجعا. اللي حصل امبارح هو أمر إيجابي جدا، وبتصور الفريقان أعلنوا عن هذا الموضوع. هلأ حكما في جلسة بعد رأس السنة، بس في قرار من دولة الرئيس ومن الفريقي الحوار أن لا يتم هذا الموضوع، يعني أن يصبح بالتداول الإعلامي حتى يضلوا ياخذ المنحى الايجابي وياخذ موحنا اللي الناس كله شافته انه ايجابي، فخلينا على هذا القدر. الحوار بده يسحب بتقديرنا على بقيه الاحزاب والاطراف الاخرى. يعني ممكن يتوسع. ممكن يتوسع، ممكن يتبس، بس هذا الحوار بده يتكفى، بده يتكمل بشكل، لانه في تاكيد وفي اصرار عند القيادات الاساسيه انه هذا الحوار يتكمل للاخر. ويطرح كل المواضيع على الساحه اللبنانيه. المواضيع اللي لها علاقه بالساحه اللبنانيه. الرئيس بري التقى كذلك النائب غازي العريضي الذي امل ان يكون العام الجديد عام الوحده الوطنيه. اتمنى ان يكون ما بدأ بالأمس هو بداية تكريس مطمر القطيعة وأسبابها وخطابها، وهي التي سببت الكثير من السلبيات في البلد. العريض أمل انتقال المتحاورين إلى نقاش جدي تتكرس به الشراكة الوطنية حول كل القضايا التي تهم الجميع. حزب الله أكد بدوره على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أن الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل هو جزء من الاستقرار السياسي والاجتماعي. وخلال حفل تخريج طالباته في مجمع السيدة زينب، لفت قاسم إلى أن الحوار يوقف الشحن والتحريض المذهبي ويخفف من الاحتقان ويهيئ أرضية مناسبة لنكافح جميع الإرهاب، كما أنه يعطي الفرصة لحوار صريح وشفاف ومتشعب حول كافة القضايا، حيث يمكن أن نصل لحلول في بعضها ولا نصل لحلول في بعضها الآخر، لكن الحد الأدنى من نتائج الحوار إيجابية مهما كانت. في النشرة بعد الفاصل، أبو فعور الحملة مستمرة ولا استراحة في الأعياد. أهلا بكم من جديد. انعكس الحوار المستمر بين رئيس الحكومة وأهالي العسكريين المخطوفين انفراجا ميدانيا في وسط البلد، فأعاد أهالي العسكريين فتح طريق رياض الصلح كعادية للبنانيين مع تمنياتهم بإعادة أبنائهم إليهم. التقرير لغيدة جبيلة. وحده فتح طريق رياض الصلح كانت المفاجأة، يقول الأهالي إنهم بهذه الطريقة يقدمون بادرة حسن نية ويقدمون للبنانيين عيدية متواضعة بعدما لمسوا جدية من الحكومة وتفهم من الأفرقاء السياسيين الذين أيدوا مبدأ المقايضة. نحن نتمنى أنه يكون خير ويمشوا بالملفات. موقفنا واضح وكان صريح من خلال إعلاننا أنه فتحنا الطريق مكافأة للأعياد، وهي رد جميل لدولة الرئيس تمام سلام، زائد رسالة اعتذار للشعب اللبناني ليقدر على القليل يعيد بهنا وبفرح وبسرور. إذا نحن منا معيدين مش من حقنا ناخذ العيد من حدا. ويتساءل الأهالي عن سبب التعتيم على ملف أبنائهم، خصوصا بعد دخول الوسيط الجديد أحمد الفليطي على خط المفاوضات. تأملين خير بأحمد الفليطي لأنه الدولة الإسلامية هي لعينيته، هي اللي قلت بديه. مين ما كان بيشتغل بملف مهم جبنا هالشباب خير وسلام، يعني أحمد ولا غير أحمد ولا مين ما كان، المهم بيشتغل بالملف وجبنا هالشباب.
وإن كانت الطريق إما حركة السير فإن مخيم الاعتصام باق في ساحة رياض الصلح لحين عودة العسكريين كما يؤكد الأهالي. بعد فتح الطريق يعلق الأهالي أمالهم على الوسيط الجديد أحمد الفليطي ابن عرسال، على التعتيم على المفاوضات يسرع في إطلاق سراح العسكريين المخطوفين وينهي هذه الأزمة الإنسانية. من ساحة رياض الصلح، غيدة جبيلي، تلفزيون مستقبل. أعلن وزير الصحة وائل أبو فعور أنه تمت إحالة ملف الفساد في مطار رفيق الحريري الدولي إلى القضاء للبت فيه، مؤكدا أن حملة مكافحة الفساد مستمرة. بمناسبة الأعياد، قرر وزير الصحة وائل أبو فعور توجيه الشكر والتحية للأطباء والمراقبين الصحيين الذين عملوا طوال الفترة الماضية على ملف سلامة الغذاء. أبو فعور وفي مؤتمر صحفي عقده في القاعة الزجاجية في الجامعة اللبنانية في المتحف، أكد أن الدولة استعادت هيبتها وأن الحملة مستمرة في وجه مافيا الغذاء. وتطرق أبو فعور إلى موضوع الأغذية والأدوية الفاسدة التي ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي. أطنان من اللحم ومن السمك ومن الدواء. أطنان من اللحم ومن السمك ومن الدواء، وفي منهم لقاحات. يعني في امبارح بالبرادات كان في لقاحات محطوطة إلى جانب النفايات واللحم والسمك، هذه لقاحات للأطفال. مين بيتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال إذا لا سمح الله اللقاحات فيها مشكلة؟ أنا مش شغلتي بصر ولا شغلتي إني أحقق مسؤولية مين، في قضاء بالبلد. خلي القضاء يحدد هذه المسؤوليات، ومش من هذا ليس من الملفات التي تركن في القضاء وتهمل وتنسى في القضاء. هذا من الملفات التي لها علاقة بسلامة كل اللبنانيين، لا يمكن أن يتم التعامل معه بأي تسويف. لذلك أنا أرسلت إلى النيابة العامة التمييزية مطالبا بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات واتخاذ العقوبات على هذا الأساس. شو بيقتضي؟ عقوبات قضائية، عقوبات جنائية، عقوبات إدارية، فليحدد القضاء وليحقق القضاء في هذا الأمر. أبو فعور الذي وزع على المراقبين هدايا عربون شكر ودعم قال إنه لن يكون هناك استراحة محارب حتى في الأعياد، وسيكون هناك مكافآت للموظفين الناشطين على الأرض. عمت الأجواء الميلادية والاحتفالات العديدة من المناطق اللبنانية من صيدا مرورا ببيروت وصولا إلى الشمال. أحيت الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي حفلا ميلاديا في دير مارلياس في انطلياس بمشاركة جوقة شبيبة مارلياس انطلياس وبحضور ما يزيد عن 1200 شخص. البرنامج تضمن معزوفات وأناشيد ميلادية بكل اللغات أنشدت جميعها بأربع أصوات. واستذكارا للقابعين في دور الرعاية في القبيات عكار، جالت عقيلة النائب هادي حبيش لمناسبة الميلاد على المسنين، مطلعة على احتياجات المركز اللازمة لإعانتهم وتحسين أوضاعهم. وفي صالون كاتدرائية القديس نيقولاوس للروم الكاثوليك في صيدا أقيم لقاء معايدة تبادل خلاله مطارنة صيدا التهاني بالمناسبة، ووجهوا رسالة الميلاد وتقبلوا معايدة الأباء والكهنة والرهبان والراهبات من مختلف الرعايا والأبرشيات والأخويات في صيدا وجزين والشوف. وأمل المطارنة أن يحمل هذا الميلاد سلاما خاصا للبنان في هذه الأيام الصعبة. أما بلدية درب السين في قضاء صيدا فاحتفلت بعيد الميلاد عبر مسيرة كشفية رافقتها تراتيل ميلادية على أنغام موسيقى كشافة لبنان المستقبل، انتهت إلى كنيسة سيدة البشارة حيث ردد الأطفال أغنيات من وحي الميلاد والعام الجديد قبل أن يأتي بابا نويل ويوزع الهدايا على الأطفال. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. حماس تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته. أهلا بكم من جديد. أعلنت الحكومة الأردنية اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحرير طيارها الذي أسقط داعش طائرته في الرقة، وحملت في الوقت نفسه التنظيم المسؤولية عن سلامة الطيار. من جهته رجح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون الطائرات الأردنية قد تعرضت لخلل فني في وقت أعلنت قيادة التحالف الدولي أن المتطرفين لم يسقطوا الطائرة المقاتلة الأردنية فوق سوريا. حملت
تولت الحكومة الأردنية تنظيم داعش مسؤولية سلامة الطيار الرهينة الذي أسقطت طائرته في الرقة شمال سوريا، مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتحرير الطيار. وشن طيران التحالف غارات على مواقع تنظيم داعش في مدينة الرقة، واستهدف المنطقة القريبة من المستشفى الأهلي ومنطقة البانوراما. إلى ذلك أغارت طائرات النظام على الرقة، أدت إلى مقتل وجرح العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال، فيما قتل عدد من المدنيين جراء قصف الطيران الحربي على بلدة بصر الحرير في ريف درعا. في وقت نفذ طيران النظام بضع غارات على مناطق في حي جوبر الدمشقي، سقط عدد من الضحايا في قصف الطيران الحربي على مناطق في دوما بالغوطة الشرقية، كما أدت الغارات الجوية التي استهدفت سوقا شعبيا في جبل الزاوية في ريف إدلب إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين. محاولة جديدة للم شمل المعارضة السورية واحتواء الخلافات تمثلت بعقد المعارضة السورية لقاء في القاهرة لبحث رؤية موحدة لحل سياسي للأزمة في سوريا، فيما تشهد موسكو الشهر المقبل تحركا من نوع آخر يتمثل بلقاء يجمع بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية. في خطوة تعتبر بداية لتنفيذ مبادرة قدمها برهان غليون وأحمد معاذ الخطيب ورياض حجاب بهدف وضع حد للخلافات وطي صفحة الماضي والعمل كفريق واحد مع قيادة المنتخبة، يلتقي في القاهرة وفد من الائتلاف المعارض وفدا من هيئة التنسيق برئاسة حسن عبد العظيم لبحث رؤية موحدة لحل سياسي للأزمة السورية يرتكز على نتائج مؤتمري جنيف 1 و2. رئيس الوزراء السوري المنشق عن النظام رياض حجاب أكد في مقابلة صحفية أن الائتلاف وضع جملة من المعطيات لإنهاء حالة الاستقطاب والمشاركة الحقيقية تبدأ بتعديل النظام الداخلي، داعيا إلى عقد ملتقى يجمع كل المكونات السورية المعارضة في الداخل والخارج. هذا وقدم المعارضون حلولا لتطوير أداء الائتلاف بدءا من إلغاء التكتلات وتحريمها ورفض منطق المحاصصة أو توزيع المواقع حسب الانتماءات الخاصة، وليس انتهاء بالعمل على تجديد الائتلاف وإقرار قاعدة استبدال ثلث الأعضاء في كل دورة انتخابية. وتأتي بوادر التغيير في آلية عمل الائتلاف المعارض ومؤسساته في وقت تنشط فيه التحركات الدبلوماسية بزعامة روسيا، حيث ذكر مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن لقاء بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية سيعقد في موسكو أواخر شهر كانون الثاني المقبل. من جانب آخر، حذر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة من مخاطر محتملة قادمة من داعش، وقال إن وزارته تتحسب جيدا لذلك وتأخذ التهديدات المقبلة على محمل الجد. حملت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد في غزة، وذلك بعد استشهاد قائد وحدة الرصد في قصف الاحتلال على المنطقة الشرقية من خان يونس جنوبي القطاع. ذرائع الاحتلال الإسرائيلي لتبرير جرائمه ضد قطاع غزة واهية، وجديده غارات جوية وقصف مدفعي عنيف استهدف منطقة خان يونس جنوب القطاع بحجة إطلاق النار عبر الحدود وإصابة جندي إسرائيلي. قصف الاحتلال أدى إلى استشهاد قائد ميداني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، هو تيسير السميري مسؤول جهاز أمن المعلومات في منطقة القرارة. قوات الاحتلال كثفت إطلاق النار صوب منازل المواطنين في المنطقة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات من بينها حال حرجة. في المقابل، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح خطيرة برصاص قناص فلسطيني شرق خان يونس. إلى ذلك دعت حركة حماس اليوم الفصائل الفلسطينية للاجتماع لتدارس التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. حركة حماس تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التوتر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أن حاول الاحتلال التوغل واجتياز الحدود هناك وإطلاق الرصاص على المواطنين، مما أدى إلى سقوط أحد الشهداء. وقامت المقاومة بالرد على محاولة التوغل. حركة حماس تحذر الاحتلال مجددا من تكرار مثل هذه الحماقات. من جهته، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي ينوي إجراء انتخاباته كالعادة على دماء الفلسطينيين. وكما قلنا سابقا وكما عبرنا للعالم عن مخاوفنا أن هناك حملة انتخابية في إسرائيل، قلنا أن هذه الحملة قد تكون بالدم الفلسطيني، قد تكون بمزيد من المستوطنات والاعتقالات والاغتيالات والإملاءات. وفي السياق، لوح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بني جانتس بإمكان الرد بقوة على كل هجوم ينطلق من غزة على حسب زعمه، فيما هدد وزير شؤون الاستخبارات يوفال شتاينتس بشن حملة عسكرية واسعة على القطاع.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. اللي حصل امبارح هو امر ايجابي جدا. علي حسن خليل ونادر الحريري اطلعا جملات على اجواء حوار عين التيني، وبري يرى في الحوار ايجابيه مشجعه. الحاله لا تؤمن بانفراجات جديه للبنان. طالما ان هناك هذا الشعور، طالما ان هناك معاناه. سلام يزور بكركي معايدا ويقول ان ملف العسكريين ليس سلعه فلكلوريه. الحكومة الأردنية تحمل داعش المسؤولية عن سلامة طيارها الذي أسقط التنظيم طائرته في الرقة. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.